طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الطالبات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ يعني اليوم في تكملة يعني برنامجنا بخصوص نظرية التنظيم وتصميم الهيكل التنظيمي. أعدينا اللي هو كيف المداخل المتبعة إلى تكوين لتكوين الدوائر. وهذه المداخل اولا حسب الوظيفه. الوظيفه ايش؟ انه الوصف الوظيفي للدائره المعينه او للمجموعه المعينه او للاشخاص المعينين بنحطهم في دائره. لما نحطهم في دائره هم بيشتغلوا نفس ايش؟ في نفس يعني نفس الاطار، وبدوروا في نفس الفلك، مش بعاد عن بعض. يعني هذه مدخل من المداخل اللي أنا لما بدي أجي أعمل هيكل تنظيمي، أصمم هيكل تنظيمي، بحط في عين الاعتبار الوظيفة، تجميع الأنشطة المتشابهة، وبحطها في دائرة واحدة أو تحت مدير واحد. بتكون هذه بسموها فانكشنال، يعني في علم الإدارة بسموها الناحية يعني التشكيل الهيكل التنظيمي حسب الوظيفة. أقول الأطباء مع بعض، التمريض مع بعض، المختبرات مع بعض، هذه دوائر. هذه دوائر فنية أو دوائر تخصصية في نفس تخصص. يعني إيش؟ حسب الوظيفة المتشابهة، الشغل متشابه مع بعض، إذن هم دائرة واحدة. من مزاياها إنها بتستفيد من التخصص، وبس بيسهل التنسيق بينهم، بيفهموا لغة بعض، بيفهموا لغة بعض، وكون هو استثمار للتخصصات النادرة في التنظيم والتي يتمتع فيها الأفراد أو بعض أفراد التنظيم، و كلهم بيستفيدوا من بعض، بيكونوا وحدة واحدة. الثاني أو المدخل الآخر هو حسب الخدمة المنتجة. هاي قلنا بنيجي للأطباء، الأطباء تخصصات، إيش الخدمة تبعتهم؟ ناس بتشتغل في الجراحة، ناس بتشتغل في الأطفال، ناس بتشتغل في العناية المكثفة، ناس بتشتغل في كذا. فهم أنا بحدد لهم الدائرة حسب الإنتاج، مش حسب الوظيفة. طبيعة الوظيفة أنا بقول دائرة الأطباء، لكن هنا بدي أخصص أكثر، بقول حسب الخدمة المنتجة عندهم، قسم الجراحة، قسم الأطفال وما إلى ذلك. مساوئ، هنا قلنا مزايا، لكن هذا له مساوئ، إنه في ازدواجية في الجهود والأنشطة لكل قسم ولكل تخصص. ليش؟ لأنه هم أصلا منبعوا من واحد، من فرع واحد، هو الطب. لكن هم عشانهم عشان احنا قلنا مقسمين حسب النتيجة او حسب المنتج تبعهم، في جراحة وفي باطنة وفي اطفال وفي عظام وفي كذا، لكن في الاساس هم اساسهم واحد، وبالتالي ممكن يكون في ازدواجية في الجهود، في ازدواجية في الجهود. والتنسيق بين خدماتهم بالذات التمريض في هذه الاقسام لن يكون سهلا، طالما كان مدير التمريض مديره بيختلف. يعني ليش؟ لأنه لما أقول أنا خدمة الجراحة، الجراحة فيها تمريض وأطباء وفنيين وعاملين وناس إيد نيرس وكذا، وممكن مجموعات تانية إلها شغل في الجراحة. المخرج تبعنا جراحة، لكن مين اللي بيشتغل في هذا المخرج؟ مجموعة، المجموعة غير متناسقة، المجموعة غير متناسقة. لكن لما أقول مجموعة طبية خلاص أطباء، مجموعة تمريض هم تمريض. فأنا يعني حسب الوظيفة بيكون أفضل من اللي بعده. المدخل الجغرافي هذه بيطبقوه في حالات محدودة، لأنه بنقول إنه الأبنية والأماكن الجغرافية تبعت المؤسسة بتتبع لرفح جغرافيا، هذه بتتبع لخنينة جغرافيا، وبناء عليه تبنى الدائرة بناء على إيش؟ على التحديد الجغرافي أو المدخل الجغرافي. ده كل منطقة لها مساحات جغرافية معينة، وبالتالي أنا بعمل الهيكل أو الدائرة التنظيمية على حسب المنطقة، التوزيع الجغرافي، وليس لا الوظيفة ولا المنتج. حسب المرضى يستعمل هذا المدخل، يستعمل هذا المدخل خصائص الناس المستهلكين للخدمة. أقول مثلا هذه الدائرة للعيادات الخارجية. العيادات الخارجية خدمة لمين؟ عيادات خارجية لا فيها تخصص، لا فيها تخصص محدد، ولا فيها وظيفة محددة، ولا فيها جغرافية محددة، ولا فيها كل الكلام اللي قلناه قبل. فيها مرضى بس، فوكس على وين؟ بتروح ناحية
المرضى أو المستهلكين أو المستفيدين من الخدمة حسب العملية أو الجهاز المستعمل. حسب العملية أو الجهاز المستعمل يمكن تجميع الأنشطة حسب العملية المراد القيام بها أو تبع للجهاز أشعة ومختبر. عندي بس أنا إيش جهاز أشعة بعمل له دائرة، هذا بصور أشعة. الآن المرضى اللي بيجوا عليه ممكن يكونوا مرضى جراحة، مرضى باطنة، ممكن يكونوا جغرافيا اللي في رفح بتحكم في الشفة لأنه الجهاز هذا موجود في الشفة، يبقى ملوش دعوة جغرافيا. يعني كل الكلام أنا قاعد إيش بغيره حسب العملية أو الجهاز المستعمل. أو أنا أقول مثلا في عندي خدمة موجودة مثلا قسطرة القلب موجودة في مكانين، في مثلا في قطاع غزة القسطرة القلب في أوروبا وفي الشفة، فيش غير هيك. معناته ابن الجنوب خلينا نسميها هيك، جنوب القطاع بدروح على الأوروبي، وابن الشمال بدروح وين على الشفة. وإذا خرب الجهاز اللي في الأوروبي كلهم بدروح على الشفة، وإذا خرب الجهاز اللي في الشفة بدهم يروحوا وين؟ لأنه هنا دائرة تتبع مين؟ تتبع الجهاز أو العملية اللي إحنا إيش بنقوم فيها. زي مثلا عمليات القلب، زي عمليات العيون، عمليات العيون فقط موجودة وين؟ في مستشفى العيون، في مستشفى العيون. مثلا بعض الأمراض زي أمراض الأطفال، مثلا أمراض الأطفال الآن في مستشفى الرنتيس التخصصي اللي هي الأمراض المزمنة، أمراض القلب الأطفال وأمراض أعصاب الأطفال وأمراض غسيل الكلى الأطفال، تبعين غسيل الكلى كلهم بروح على مستشفى الرنتيس. بروح الدائرة هذه وجدت لمين؟ للجهاز أو العملية المستخدمة، وليس لا يحدها جغرافيا ولا يحدها وظيفة معينة ولا يحدها أي شيء. حسب الوقت المحدد ترتيب المناوبات والمستويات الإدارية بتصير على حسب الإشراف في المناوبات وما إلى ذلك. يعني الكادر البشري أنا بس بحطه حسب المناوبة، بيشمل كثير جدا ومتنوع من جميع إيش الوظائف، نظام الشفتات. حسب هذا الكلام الوقت المحدد ممكن أنا أعمل اللازم. الآن التغييرات التي طرأت على علم الإدارة، عاصفة الموهبة الشاملة، عملوا المكتب العمل الأمريكي في الولايات المتحدة عمل إحصائيات كانت في نقص في العمال يتراوح بين 3 إلى 6 ملايين عامل، وذلك بحلول 2012. هذا كان وين؟ في عصر العصر وعاصفة الموهبة الشاملة في ذلك الحين. 2 عصر الإبداع، 3 صوت الزبون، 4 انتهاء صلاحية المعرفة. هذولا درجات من درجات ايش المشاكل التي طرأت او التغيرات اللي طرأت على علم الإدارة. كانت تتذكروا في اوائل اللقاءات تبعتنا، يعني كان في تصور ل المؤسسة. المؤسسة هنا بتكون تبحث في حل المشاكل، بعد ما تتطور شوية بتصير تبحث عن المشاكل نفسها، عن المشاكل نفسها وتغوص فيها. نعم، هذه الآن أنا بدي أكون مؤسسة أو بدي أكون شركة، إيش في عندي مشاكل بحاول إيش أحلها. يعني مثلا أنا لو بدي أبني بيت، أول ما بجيب المهندس بقول له يا مهندس صمم لي هذا البيت أو الكيان. إذا أنا بدي أفتح مؤسسة معينة إدارية بدي أشكل التشكيل الأولاني تبعها، زي ما حكينا في الأول كيف إحنا بنبدأ هذه المؤسسة، بنحط لها رسالة وبنحط لها رؤية وبنحط لها أهداف معينة وكذا، وبنكون إحنا مندفعين في انه احنا ننجح مؤسستنا. ليش؟ لانه البداية يجب ان مفهوم انا مفهومي ومفهومك او مفهومك للقضية انه يجب ان ابدأ قويا. اذا انا بديت قوي في المؤسسة بضلها تستمر، وبناء عليه بنبحث في حل اي مشكلة بتواجهنا بنواجهها وبنحلها، لانه معانا المال، معانا القدرة، معانا الوقت، معانا الدافع اللي عندنا الاساسي، الدافع الأساسي، لأنه أنا أنجح موجود. بعد شوية بصير الأمر يميل إلى الروتينية، زي ما بيجي واحد أول حدا على الطالب أول ما بيجي على الكلية كيف بيبدأ؟ بيبدأ قوي وبيبدأ كذا ورايع على الكلية. في السنة الرابعة بيبدأ شوية. هذا الكلام بيحصل معنا جميعا، يعني أي حدا بتلاقيه في البدايات دائما بيكون إيش؟ يعني في قوة وفي اندفاع،
وبالتالي هو بروح نحن يتحل أي مشكلة تواجهه، أي مشكلة تواجهه بروح بحلها. مرتب الأمور مع سيادة الوالد، والله أنا بدي أنا أدرس كذا، هذه الساعة تمنها كذا، وبناء عليه بصير كثرة الروح والجاية وكذا والتعرف على الناس، بصير شوية الأمر روتيني، بصير شوية رايح ناحية الفتور، يعني شوية إنه تعود على المناظر هن والأشخاص هم، شوي شوية بصير هو لما يصير يبحث عن المشاكل اللي هو مش عارفها أصلاً، بصير المشاكل تجيه شعوره مش تمام زي الأول، بصير يبحث عن المشاكل ويخوض في تفاصيلها. الحاجة الثالثة اللي هي إيش؟ تفاصيل المشكلات. بصير هو مش يحل المشكلة أو يبحث عنها، بصير يدور في تفاصيل المشكلات. الآن هذه المؤسسة يا بتروح نحيط إنها بتتعافى من دور جديد وبترجع للمربع الأول، أو إما بتنكسر وبتروح. كثير من الناس ممكن بتلاقوها يعني نصممها على أو نمثلها على واحد فتح دكانه. بداية افتتاحه للدكانة كيف بكون الأمر؟ هات مش عارف مين، لا اعمل معرش قدام، لا بدنا كذا، أي فكرة بتجي بتلاقيه مندفع في حلها، أي مشكلة بتلاقيه قدام إيش؟ اعمل الرصيف، اعمل مش عارف مين، تمام. بعد شوية بصير هو يدور عن المشكلات اللي حصلت. من المشكلات إنه في دكانة تانية فتحت، من المشكلات إنه الأسعار غليت، من المشكلات إنه دفتر الدين كبر، من المشكلات بصير هو يعني وكأنه عاش في المشكلة، ما راحش ناحية الاندفاع الأول، أو الاندفاع الأول في تكوين المشكلة أو اللي صارت عنده مش موجود، الحماوة اللي كانت موجودة عنده مش موجود، رأس المال نفسه اللي كان موجود معاه مش موجود الآن، لأنه أصبح جزء كبير منه راح للدين، جزء كبير منه راح عند التجار، جزء كبير منه هو بوكل فيه قاعد، تمام، لأنه هو بده يصرف وبده يعيش وصار معاه شوية ظروف مع أولاده، واحد طلع واحد تعلم واحد ما تعلمش، فصارت القصة بالنسبة له مجموعة من المشكلات اللي هو مش عارف حلها. بعدين صار يخش في تفاصيل المشكلات، لقي كتب إعلان أنه ممنوع الدين، طب الموظفين بطلوا يجي عليه، بتلاقي جزء كبير راح الدكان الثاني اللي فتحت، في ناس كتير بعامل بدل الدفتر أكثر من دفتر، يعني أكثر من دفتر الدين، وبظبط من هلا، انا زي تلبيس الطواقي يعني، بعطي شويه هنا بعطي شويه هنا وبعطي شويه هنا، هذاك تبع الدكان شوي بتلاقي سكر الرفوف شوي شويه، ومش قادر اعوض، مش قادر اعوض، لانه هو غايص في التفاصيل، تفاصيل اللي هو الدين وكذا والبيع والاسعار، خليكم معي، تمام. فتفاصيل المشكلات اما تؤدي الى الانهيار، هو خلص بسكر الدكانة أو بسكر المشروع تبعه، أو بيعود من دوره جديد بيقوي نفسه بيجيب كذا. في فترة من الفترات تعرفوا سيارات البي ام دبليو بيعتبروها من السيارات المتطورة، يعني الأكثر تطورا في العالم. فترة من الفترات الشركة قاربت على الإفلاس، قاربت على الإفلاس، جابوا مهندسين وجاب 3 مليون دولار أو 4 مليون دولار صاحب الشركة، يعني جاب 3 مليون دولار وعطاه لنا، قال لهم يعني أنتم بزيادة مخسر، بس انا بدي اجيبكم وما تروحوش. 3 مهندسين او 4 مهندسين، هاي رواتبكم، على لهم الرواتب قالوا ما تروحوش، فكروا لي كيف احنا نعيد انشاء. غيروا الديزاين شويه، تصميم السياره غيروا في امكانياتها شويه، ونزلوها في المبيعات بقوه كبيره جدا. الان انتعشت مره اخرى وصارت برضو رجعت لما كانت عليه، رجعت لما كانت عليه. الان الامكانيات اللي موجوده في سياره البي ام دبليو مش موجوده في اي سياره ثانيه، يمكن اللي بزيد عنها المرسيدس، وبرضه هم ألمان يعني، لكن كإمكانيات وإلكترونيات وأنظمة داخل السيارة، يعني أنظمة فظيعة جدا، وهي التي شارفت على إنها إيش؟ تنهار الشركة، وصلت للمرحلة الثالثة وكادت أن تنهار، لأنه الراجل فلس وما فيش مبيعات زي الأول، صارت الناس تدور على الياباني وتدور على السيارات الخفيفة، تدور على، وهذا مؤدي الغرض وهذا مؤدي الغرض في الآخر. فالتسعير في السوق بدأت تنزل، بدأ هو يعني لما فكر مرة أخرى، مرة قالوا في شركة يابانية بتصنع من ضمن مصنوعاتها معجون الأسنان هذا اللي بيستعملوه يوميا. ففكروا المهندسين أو المفكرين
كيف يعني بدهم يزيدوا الانتاج؟ كيف بدهم يزيدوا الانتاج؟ اللي طرح الفكرة اللي فازت واللي خلت الانتاج يزيد هو بس فكرة توسيع البوابة تبعت المعجون. يعني مش يكبر الحجم ويزود السعر، حتبين لدى المستهلك، يعني المستهلك حيأخذ باله انه هذه زاد حجمها وبالتالي زاد سعرها، يعني ممكن يعني ما يرضاش انك تتحايل عليه في هذا الامر. تزغر مثلا الحجم وتزود السعر او تخلي السعر زي ما هو، تزغر الحجم برضه هيعطي لك انتاج اكتر ويعطيك فلوس اكتر وينقذ الشركة اكتر، ولكن ما عملوش هيك، هو بس وسع البواب شوية. وبالتالي المستهلك بطبيعة الحال ما انتبهش للي قديش بيطلعوا من المعجون، لانه هو بحط على الفرشاية من اول لاخرها، مثلا مبطلش يحطها من اول لاخرها، هو بحط من اول لاخرها. شوف انت الاستهلاك يعني الزيادة كانت يعني جزئية بسيطة جدا، ولكن شو عملت انتاج عندهم؟ يقال انه في الاخر العام كانت الزيادة حوالي $1,000,000 من بس توسيع الفتحة. الزيادة في الربح كانت حوالي وهذا اخذ جائزة، هذا اللي فكر في هذه الفكرة. نعم. ف مش الزيتون بس، يعني انا كنا نشوف داخل الخط الاخضر، داخل الخط الاخضر العود هذا اللي بيطلع مثلا 10 حبات خوخ يشيل 5، هو صغير هذا. شفت الخوخ الاخضر اللي بيجيبوا لنا اياه اول شيء الخمسه هدول، الخمسه اللي خلاهن بيطلعن اكثر من 10 لو خلاهن. كانوا يجيبوا العنب في مرحله من مراحله لسه هو يعني اصغر يكون، يجيب المشاطه، شفت المشاطه تبعت الاصبع هذه اللي زي الكف، كان مشاطه قديمه بيجيبوها مشط، هذا يحط قطف العنب على ايده زي هيك وبالمشاطه يعمل فيها زي كل العنب يوقعه، يخلي بس يعني اجزاء بسيطه. الحبه بتكبر وبتاخذ راحتها وبتعملش التصاق مع الحبات الاخرى. الحبه لما تلتصق، شوف العنب لما يلتصق، يمكن جرب احد اذا كان حد زارع، لما يلتصق في بعض وتيجي دبانه او حشره بضرب كله بصير ينقط وبتحمض وبيخرب. هذول لا، هذول مجرد ما يمسك القطف العنب هذا في مرحله من مراحله يعني بتلاقيه جرد زي هيك، بتلاقي بس خلى عليه شويه يعني وقع قولي تلتينه شوية، هذه الحبة نفسها بتكبر وبصير كويسة، وفي مساحة ما بينها، في تهوية ما بينها وبين الحبة اللي جنبها، وبالتالي إذا فزت واحدة بتخربش كل القطف، وبتأخذ راحتها أحسن وبتحلو أكتر وبنبع أكتر وبيعمل وزن أكتر من اللي بيكون ملزق في بعضه. هذا الحبة شفتوه كتير، بتشوف قطوف تلاقيها ملزقة بعض، حتى الحبة بتكونش مدورة، بصير بصير مطعجة من كتر ما هي مضغوطة. هذا في علم الإدارة فن وإبداع في حل مشكلة يمكن أنت يعني تودي المؤسسة ناحية الانهيار وأنت مش ماخذ بالك، وأنت لا تنقذي هذه المؤسسة من الانهيار وترجع للمربع الأول وكأنها ناشئة جديدة، وكأنها نشأت من جديد. وهذه يعني الحلول الإبداعية في علم الإدارة، مش بس في الإدارة الصحية، بس يجب انه علينا احنا انه كمان يكون عندنا مجال الابداع في الاداره الصحيه اكبر واكبر من هذا، لانه احنا حياه ناس، الامر مش ربحي، وبالتالي احنا بحاجه للابداع اكثر واكثر من اي مجال مختلف. يعني قاعده اداريه، افضل اسلوب في التعامل مع التغير الدائم هو التوسع الدائم. هذا المفروض العنوان يكون في الشقه الثانيه. وعدونا الإخوة في التعليم الإلكتروني إنهم يعني رتبونا الأمور، يعني رتبونا الباوربوينت. أنا مش كتير في كيف ترى المشكلة من وجهة نظرك. طيب، إيش تعريف المشكلة؟ هي الصعوبات التي تواجهنا عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وهي إما تمنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر في نوعيته. تمام. مفهوم اتخاذ القرارات، ليش مشبوك اتخاذ القرارات في حل المشكلات؟ ما هو دائما اذا انت بدك تحل مشكله فهو معناته قرار. يعني اذا في مشكله واجهت العمل الاداري معناته في قرار، بتاخذ قرار عشان ايش؟ تحل المشكله. يمكن تعريف عمليه اتخاذ القرارات بانها عباره عن عمليه اختيار حل بين حلين او اكثر،
من الحلول المتاحة في بيئة العمل حول مشكلة معينة. يعني المشكلة معينة إلى حلين، زي ما قلنا الشركة اللي بتنتج معجون الأسنان في أكثر من حل عندها، مين الحل الأنسب؟ إنه توسيع، لا وجدوا إنه هو أفضل، لأنه مش حينتبه المستهلك إنك أنت بتضحك عليه، مش حينتبه، ولا حيقول إنه صغروا الحجم وغلوا السعر، ولا كبروا الحجم وعملوا دبليكيشن في السعر، أو يعني عملوا دبل. تمام. مكونات المشكلة، المشكلة هي ايش؟ الوضع الموجود وصفا واسبابا. مشكلة وضع قائم، في مشكلة انت بتوصفي بالوصف وبالاسباب انه هذا في مشكلة. الحل الوضع المنشود مع تصوره وحصر منافعه. ولما اقول انا الحل للمشكلة هذه بقول انا ايش؟ انا انشد هذا الحل لانه منافعه 1 2 3، زي ما حكينا في قصة البي ام دبليو. تمام. الوظيفة الحقيقية للحل هي أن يؤدي إلى نتائج إيجابية مع استمرار نفس المدخلات. يعني أنا إيش الفائدة لما أروح الحل بالنسبة لي أغير المدخلات، أو الحل بالنسبة لي أغير الدكانة، بدل ما هي كانت دكانة عادية أفتحها مطعم، هنا غيرت المدخلات، أنا ما حليتش المشكلة نفسها، أنا حليت المشكلة العامة وتركت الخاصة. يعني أنا غيرت، أنا عشان أحسن دخلي غيرت سيارة البي ام دبليو وخليتها أودي، وإيش الفائدة؟ معناته البي ام راحت. لا، انا بدي احافظ على البي ام دبليو وارجعها تاني للعمل، وهي نفسها تنتج وتنجح. تمام. يقبل حل ان يؤدي نتائج ايجابية مع استمرار نفس المدخلات وليس تغيير المدخلات التي كانت تؤدي لنتائج سلبية. فالخطأ في حل مسألة رياضية لا يسوغ تغييرها وتبديلها. حاول دائما التركيز على الحل والخروج من سياق ذهنية المشاكل حتى تحافظ على الروح الايجابية ولا تقع في مصيدة السلبي. مشكلات، انواع المشاكل، مشكلات في التنفيذ، وهي الانحراف عن المعايير المحددة بزيادة او نقص. كيف يعني تقسيمات اخرى، انها تكون المشكلة متفاقمة او متلاشية او ثابتة. اذا متفاقمة يعني قاعدة بتزيد، انت يعني بدك تروح تدور على السبب تبعها وتوقفي هذه الزيادة. متلاشية يعني هي قاعدة ايش؟ بتنتهي واسيبها لنا براحتها عشان ايش؟ تروح. اذا ثابتة طبعا بدها تدخل، بس التدخل بكون ايش؟ ابطأ، عشان انا ما يكونش. اذا ثابتة وقاعدة متعمليش مشاكل كتير، او هي ضررها مش كبير لكن ضررها على المستوى الاخير هو كتير، هنا بتعامل معها. طبعا بكون اما بتكون مفاجأة او متوقعة، طبعا عكس بعض، اذا مفاجأة او متوقعة. تمام. متكررة او نادرة، برضو هذه ايش؟ من انواعها وتقسيماتها. جماعية ولا فردية، يعني المشكلة على قد المجموعة كلها ولا بس على قد افراد، اذا افراد بتعامل معهم. حديثة ولا قديمة. المعنى المرادف للمشكلة عند الصينيين هو الفرصة. هو ايش؟ الفرصة. بيعتبروا ان المشكلة بالنسبة لهم فرصة. ليش؟ لانه بتكشف له عيب، تكشف له عيب، واكتشاف العيب بالنسبة له فرصة، فرصة وتحدي انه هو يذهب باتجاه الحلول. لماذا؟ لانه ايجاد حل جديد وعدة حلول اخرى بديلة لكل مشكلة. يعني لما اواجه المشكلة احسن ما تكون المية زي ما بقوله، زي المية من تحت التبن، المية او الحية من تحت التبن، او حية من تحت التبن، او امرق على البحر الهايج وما تمرقش على البحر الهادي، لانه بتعرفش وقتش بده هيج وقتش بده ينفجر. في ناس كتير بتلاقيه هادي جدا، بعد شوي بتسمع صوته بزعق، بتقول ايه والله جارنا هذا عمرنا ما سمعنا له صوت، لانه هو اصلا بكون مش معروف شو ردات فعله، بس اللي بزعق دايما ما معروف هاي اخره. ايوه هي هادي الحية تحت تبن. هادي نفس الكلام، انه ايجاد حل جديد وعدة حلول اخرى بديلة لكل مشكلة. انت قاعد بتوجد مشكلة او بتكون المشكلة موجودة انت مش داري عنها، مجرد انه تصير المشكلة وتظهر عندك هي فرصة للحل عشان تجد حلول اخرى كثيرة. نعم. اكتشاف قدرات فكرية وطاقات عملية. كيف يعني؟ انا لما يصير عندنا مشكلة ويكون عندي مثلا مجموعة من 4 في الدائرة تبعتي وكل واحد يصير كذا، ممكن اكتشف انا حلول من اناس عاديين.
ويمكن أخير مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الشورى، قضية مثلا الخندق، من مين لقل؟ من مين لقى الفكرة؟ من سلمان الفارسي اللي هو أصلا أساساً ليس عربي، مش عربي يعني. وحديث الإسلام ومش عربي، لقى الفكرة عنده إنه إحنا نحفر خندق، وكيف كانت الفكرة؟ كانت رائعة جدا، وكان أداها طيب. يقبل القطرات نكتشفها وين في المشكلات، ولا أنا في الوسع. الكل بيحكي في الوسع ما مشتروا. وقت إيش بصير الإنسان عنده إبداع وعنده شطارة وعنده قدرات؟ لما ينعك، لما يخش في المحكات. لما كثير ناس بيقولوا كيف انت بتعرف صاحبك وقت المشكلة، لكن وانا مرتاح وبروح انا وياه بنشرب شاي وقهوة وكذا، مش عارفه لسه، انا مش عارف المعدن. وقت ايش بعرف المعدن؟ لما تكون عندي مشكلة، هل هو وقف جنبي او موقف جنبي، حل معي ولا محلش معي. الناس تعرف بعضها وين في المشكلة، وليس في الزنقة. في الزنقة ولا ايش الفايدة من الوسع؟ ما الوسع اي واحد بصير صاحب حدا يعني اي شيء. اضرب صاحبك يدك. استمرارية البحث عن برامج وآليات جديدة وإبداعية. يعني المشكلة بتخلينا دائما نستمر في البحث، وبتخوفنا من المستقبل كمان، بتخلينا دائما حاطين ايدنا على قلوبنا، ماذا لو حصلت هذه المشكلة مرة أخرى؟ هذا السؤال اللي بنضلنا نسأله. لكن لو ما حصلتش المشكلة ولا مرة، ما الأمور ماشية يعني. ما الأمور ماشية. نعم. صاروا بدهم يلتزموا، صار الالتزام أكثر. نعم. تحافظ على وحدة المجموعة وتزيد من ثباتها مما يعزز روح الفريق الواحد. كيف؟ لما الناس برضو زي ما قلنا، لما الناس بتنعك في مشكلة كلهم بتكاتفوا وبتقربوا على بعض أكثر. لما تكونوا في طيارة طيارين هيك وتحسوا الطيارة بدها تقع يعني أو شيء زي، كلهم بصيروا أصحاب، بصيروا يدعوا لبعض ويتكاتفوا مع بعض، هات كذا يجيبوا لبعض. لأنه الوضع خطير، غير لما يكونوا يعني أصلا كل واحد دولي وكل واحد كذا، هم قاعدين مرتاحين ولا أحد بيرد السلام على الثاني، كلموش بعض، كلام بكلموش بعض. حال الناس مع المشاكل، حال الناس مع المشاكل، إذا واجه المشكلة وعمل لها نفي أو غفل عنها، إيش بتصير؟ تتفاقم وتتراكم. الكلام اللي قلناه في الأول، إذا احنا هذا مش بالتاتش، هذا يعني أقل من التاتش يعني. حال الناس مع المشاكل، إما يعني إذا كان هو بنفي المشكلة أو بغفل عنها، المشكلة طبعا طبيعي تتراكم، طبيعي جدا. في حياتنا العملية، في حياتنا العملية لو أنت تركت المشكلة مع 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 أخوك، مع ابنك، مع كذا، شوي شوي قاعد إيش بتكبر 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 بتكبر، بتختير في مخه المشكلة وانت ما كيش خبر فيها. لانه انت تركتيها او نفتيها او نفيت وجودها او غفلتها او غفلت عنها، وبالتالي فيش حل، تراكم. اذا تعاملنا مع المشكلة بالتضخيم والتهويل، ايوه، بصير الناس تنظر الى المشكلة وكانها ايش. لاحظوا ايش بنقول لبعض احنا. اصغرها بتصغر وكبرها بتكبر. ايش بنقول كمان؟ بنقول اطلع اللي بتون اللي بتشوف مشاكل الناس بتون عليه او بلوته او بتون بلو. اطلع لنا انت شوف فلان اللي كذا، هي صبر وعمل وكذا، واخد بالك؟ هي هنا. لكن اذا ضخمنا المشكله معناته بتصير مستحيل حلها، فبنيأس وبنقعد. انت مكبرها يا راجل القدي. معناته انك انت مش قادر، مش هتخوض في حلها. بينما من زاوية أخرى لو واحد شافها تاني أو صديقتك شافتها من ناحية أخرى، بتنحل بسيطة جدا. هذه لها كمان يعني شغل، إنه كتير مثل كرة بكونوا يتفرجوا مثلا على لاعب كبير جدا، يعني زي هذول الأسماء اللي كذب اللي بضحكوا علينا فيهم، هذول الأسماء بيجي هو بضيع جون، بيجي اللي برا اللي بيعرفش يشوت الكرة وين يوديها، بيجي يقولوا لو عمل هيك كان. طب هو اصلا هو اللي في الملعب غير اللي برا. اللي في الملعب غير اللي برا. وقيسوا على هذا الامر كل اللي بيكون هو في المكان، اللي بيكون جوا المشكله. ايوه برضه. ف يعني الامثله
الأمثلة ما صارتش عن طريق اللعب، يعني هي أمثلة حقيقية، يعني أنت بتشوفيها البوك الكتل الميزاني اللي بعده، لأنه اللي داخل المشكلة غير اللي براها، بشعرش فيها إلا عشان هيك احنا بتذكروا يمكن في أول لقاء قلنا إنه الآن المشاكل اللي بتواجهها في الدراسة، بكرة بعد التخرج والكذا ويصير الواحد عمره 40 سنة ولا 50 سنة، تقول ايش هذه المشكلة اللي عندكم؟ شو بصير بنت؟ ايوه بنتك لو واجهتها نفس المشكله خبيره انت، لانه واجهتها هذه مشكله. وانا قلت لكم هذا ليست من باب التهوين، ولا الاصل في الموضوع التهويل، يعني مش بس ان انا اهون المشكله او امسحها من مقوماتها يصير لدرجه النفي او الغفله، لا، انا ما بدي اتعامل معها بحجمها، ولا بين التضخيم والتهويل اللي تخلينا انا ايأس من الدنيا واقول خلاص فيش حلول. يعني الاعتدال هو الاصل، الاعتدال والتوسط هو الحل. ربنا بيقول وكذلك جعلناكم ايه امة وسطا. انا شايف في عليهم تعارض او شيء، خليهم انا حطيت 27 على اليمين وعلى الاقصى الشمال، الطباعة تبعت الورق بدها نطبع الاسماء مرة اخرى يعني، تمام. فلا نفي وغفلة ولا تضخيم وتهويل، الاعتدال. والله سبحانه وتعالى جعل الدين هاش وسطية، الوسطية هذه تحل كل المشكلات. أنا كان زمان كنت محضر محاضرة اسمها القدوة من خلال الوسطية، قدوة من خلال الوسطية. هذه المحاضرة يعني كان كثير ناس بيحبوا يسمعوها في أوائل العمل الإداري في الدورات الإدارية والتدريبية وكذا. قال إنه في صفات نوعين للقائد أو البني آدم أو المدير، نوع بيكون أصله ثابت فيه، ونوع تاني ذاتي، يعني ذاتي، وفي نوع مكتسب. لقيتنا فينا فرق بين ايه؟ تمام. قال التواضع ذاتي، التواضع في ذاته، التواضع بيؤدي للاحترام. التواضع لما انت بتتواضع قدام الناس بيحترمك. اللين يؤدي الى الامان، يعني لما الناس بتعرف انه انت لينة بتأمن لك وبتطمنك بتطمن منك. الرشد لما يشعروا انك انت بنام راشدة وراكزة بتؤدي الى الثقة، بصيروا هم يثقوا فيك، لانه إذا تنشهري أو بتشتهري. أنا والله الكلام أنا بعتبره إنه مهم، مش حيجي في الامتحان، لكن أنا بعتبره مهم جدا الواحد يستفيد منه. الأناة إنه كان زمان يكتب على السيارات في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فالأناة تؤدي إلى الاحتراس، يعني أنت لما بتندفعيش بتكوني محترسة جدا، أو في عندك حرص على إنه إيش في حذر من طريقك. لكن لو مندفعة مش هتلحقي ترد على نفسك. ايش يعني واحد ماشي بالسيارة بسرعة كبيرة، فيش عنده احتراس من اي مفاجأة قد تنقلب في السيارة في لحظة. لكن اذا هو ماشي بأنا هو يحترس مما قد يحصل عليه من ايش من اخطر. الحلم بيؤدي للشفقة. لما انسان يشوفوك حليم وكذا ومطوع، يعني تخلي الناس هيك حليم، يعني الحلم عدم الاندفاع، وانه ما يكونش قاسي على الناس وكذا، بتؤدي الى الشفقه. الصفح ربنا قال فاصفح الصفحه الجميل، صفح يؤدي الى الامل.
يعني انا لما انا انت يعني بصفح عني صديقي وكذا، معناته في امل ان انا اكمل معاه الصداقه. وليش الشجاعه تؤدي الى العزيمه، الشجاعه تؤدي الى العزيمه، الحب يؤدي الى الموده. وجعل بينكم ايه موده ورحمه، ما قالش حب، ربنا ما قالش حب، لان الموده اعمق، اعمق من الحب. نعم. الاخلاص، الاخلاص يؤدي الى الاحتساب. لما الانسان بني ادم كل شيء مخلص فيه في العمل بيحتسب امره الى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما فيش مشكله. التضحيه، التضحيه صفه تؤدي الى التحمل. بتحمل. لان هذه بعض الصفات الذاتيه اللي بتكون موجوده في البني ادم. في بعض الجانب الاخر، الجانب الاخر صفات القدوه المكتسبه، صفات القدوه المكتسبه، العلم، العلم مكتسب صح؟ العلم مكتسب. لما يكون البني ادم وصل لمرحله من العلم بتوديه لوين؟ للحكمه، الحكمه، حكمه. وقلنا من اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. الخبره مكتسبه بتؤدي للصواب، كثره الخبره بتؤدي للصواب في حل المشكله. بضل البني ادم بدامه خبير، زي ما قلنا قبل شويه، انت مريت في المشكله، تيجي بنتك بعد 20 30 سنه بتمر في نفس المشكله، بتحلي لها مشكلتها بموجب ايش؟ نعم. الرؤيه، لما يكون البني ادم عنده رؤيه، رؤيه واسعه، رؤيه يعني هذا انت بتقولي والله هذا بني ادم عنده رؤيه، تؤدي الى الصواب او الدقه. يعني انا اللي عنده رؤيه بتؤدي الى الدقه، لكن ما عنديش رؤيه كل الامر. الاعتراف بالخطا ايش بيؤدي؟ انا بعترف، انا بعترف. ايش بستفيد من صفه الاعتراف؟ لا انا بقول لك، انا بقول لك ايش، انا بصير حريص، تؤدي الى الحرص، انه انا كل مره بدي انا اخطئ واروح اعترف، كل مره بدي اخطئ واروح اعترف، بتؤدي الى الحرص. ايوه بدير انا بالي على حالي من الاول عشان انا ما احرجش حالي وانا بعترف قاعد. تمام. الحزم بتؤدي لوين؟ الى الاقلاع عن المشكله. يعني انا مثلا حزمت واخذت قراري ان انا بطل الدخان، بقلع عن التدخين. تمام. التعاون، تعاون مع بعض ايش بيؤدي لايش؟ يعني بيؤدي للحماس. يعني لما يكون اكثر من واحد متعاون مع بعض، متعاونين مع بعض، بيؤدي للحماس، انه ايش؟ يتحمس، انه راكن على الجماعه اللي معاه، يعني هذول متكتفين معاه، وبالتالي بتحمس للايش؟ للمراحل القادمه. النصح بيؤدي الى التغيير. ما دام في نصح يبقى ايه؟ يعني في امكانيه التغيير. الانصات يؤدي للشورى. لا يعني الانصات، انا لما بسمع بسمع من هنا وبسمع من هنا وبسمع من هنا، معناته شورى، معناته ان انا باخذ الاراء اكثر من واحد. العدل يؤدي الى الانصاف، يؤدي الى الانصاف. نعم نعم. بس هو يعني العدل صفه مكتسبه، بس الانصاف، انصاف نتيجه. يعني العدل اجراء، يعني وانا بتعامل معك ومع المشكله بتعامل ان اكون عادلا بينك وبين اختك مثلا، او بينك وبين زميلتك، لكن هذه اجراء ان انا اكون اعدل بينكم، اعدل بينكم. خذ ربنا سبحانه ان الله يامركم به بالعدل، العدل كاجراء، لكن يؤدي لايش في الاخر؟ للانصاف، انه مخرج العدل الانصاف. مخرج العدل الانصاف. الوفاء يؤدي الى الانتماء، الوفاء يؤدي الى الانتماء. يعني مره على مره انا وفي وفي وفي، بصير عندي روح انتماء للمكان اللي انا بكون فيه. هذه يعني فيها من القدوات، من القدوه وانواعها، من بين المكتسب وبين الذاتي واللي بكون بين الناس. هو دائما يعني علمونا نبدا فيها في بعض الدورات الاداريه، لانه فيها كثير من يعني من الامكانيات
والأسماء هذه طبعا كل واحدة كل واحدة عليها دورة، كل واحدة من الصفات هذه عليها دورة لوحدها. نعم. فالاعتدال والتوسط أحسن من النفي والتضخيم، لأنه النفي قلنا بتأدي إلى كبر المشكلة، والتضخيم بيؤدي إلى اليأس من حلها، لكن الاعتدال والوسطية بيؤدي إلى الحل فعلا. الأساليب المتبعة للتعامل مع المشكلات، هذا الموضوع مهم جدا وأنا بجيبه في الامتحانات كتير. لا تفعل شيئا حينما تكون المشكلة ستحل تلقائيا، يعني إذا المشكلة بتنحل لحالها، هي مشكلة جات لك بتنحل تلقائيا، تفعل شيء لأنه بتخاف أنت إيش تدخلك يخربها إذا كانت أثارها ضعيفة، لأنه أحيانا التكلفة تبعت حل المشكلة بتكون أكثر من إيه، أكثر من اللي أنت تجذبها. إذا كانت تكلفة الحل أعلى من تكلفة إيش المشكلة هي جات. معالجة الآثار، أحيانا أنت بتعالجش المشكلة، تعالج الآثار الناتجة عن المشكلة، زي بعض الأمراض يعني أو الحاجات المرضية، الحالات المرضية بتلاقي البني آدم إن الآثار الناتجة عن المرض، الآثار الناتجة عن المرض هو إيش؟ هو المشكلة الأكبر. إحنا بنحل الآثار وخلاص يعني تنتهي الأمور. عندما نتوقع زوال السبب، يعني السبب راح، يعني اجى واحد انفلونزا وراحت الانفلونزا لكن اثرها ظلت موجودة شوية، بلغم كذا بعالج البلغم خلاص الانفلونزا راحت. تمام. عندما تكون تكلفة معالجة السبب كبيرة، طبعا انا بعالج الاثار وبسيب السبب لعند ما اقدر عليه لانه شوي قاعد انا. عندما يكون السبب خارج ايش، خارج السيطرة، انا مش عارف احل السبب، بصير احلها في الاثار. زي مثلا الامراض الفيروسية بصفة عامة كنا اخدتوها، الامراض الفيروسية فيش لها علاج مباشر للفيروس، الفيروس نفسه فيش العلاج، لكن احنا بنعالج الاعراض تبعته او الاثار المترتبة على الاصابة فيه. مراقبة الوضع فقط، اذا كانت غير ملحة، المشكلة غير ملحة، اذا بدأت بالتلاشي زي الاول، زي الخطوة الاولانية، اذا كانت الاسباب غير واضحة، طب انا اقعد اخوض في التفاصيل، زي قلنا المرحلة الثالثة من مراحل انها انت عارفة انت عارفة ها؟ اذا كانت الاسباب غير واضحة بنرجع للايش، للمربع الاول، نبدأ نخوض في التفاصيل، بنصل للمرحلة الثالثة من مراحل المؤسسة اللي قد تنتهي بايش، بالتلاشي. سيبك من الجوال، انا قلت لكم اعملوا اي حاجة في الفصل غير انه تعملوا دوشة، بدكم اياها بدكم تطلعوا بدكم تنزلوا ما عنديش مشكلة. معالجة المشكلة طبعا هنا التدخل، اذا كانت المشكلة خطيرة واذا كانت متفاقمة قاعدة بتزيد، انا تركتها قاعدة بتزيد زي ما قلنا في الاول، غفلت عنها او اهملتها او كذا، اذا جاء امر بعلاجها من جهة عليا برضو بتدخل فيها، اذا القيادة او الادارة قالت لي انه لا يجب ان تحلها بدك تروح تحل، وايش ما يصير يصير، مش قالوا لي هم اللي قالوا لي. اسباب الفشل في حل المشكلات احفظوهن، عدم اتباع المنهجية في تحديد وحل المشكلات، فيش في عنا منهجية للمشكلات حنشوفها، اذا ما اتبعتش انا المنهجية معناته في مشكلة، وضع المشكلة خارج نطاقها الحقيقي زي ما قلنا ايش، كبرناها زيادة او روحنا في مكان تاني، وديناها في مكان تاني ولقيناها انه اخر ناس اجوا بيعملوا دوشة، اخر ناس اجوا بيعملوا دوشة. نقص المعلومات او التحليل السيء للمشكلة، يعني انا لم احط بها علما، تمام، انا ما يعني ما عنديش معلومات عنها او حللتها تحليل سيء. استخدام نوع واحد من التفكير، طريقة القبعات الستة، مرت عليكم؟ دورة في ناس ما خدوهاش صح؟ هو بتيجي اعتقد معك موجودة او والله ما انا عارف انا خليتها موجودة او لا، انا ما عجبتنيش القصة انه يعني تربطوا حالكم في القبعات الستة. الوان القبعات، كل قبعة لها لون، مش عارف هي موجودة ولا لا، نشوف اذا كان موجودة بنشوف، هي كل قبعة لها لون، وكل قبعة كل لون يعني شغلة تفاؤل فيها او
ان انا اشوفها سوداء وقاتمة، فانا كمدير البس القبعة المناسبة لفهمي للمشكلة، البس القبعة المناسبة لفهمي للمشكلة حسب توجهه في حل المشكلة، بلبس القبعة تبعتها، هذا بصير انا اللون واحد. ولكن ما هو مطلوب؟ وما هو مطلوب انه انا ما استخدمش نوع واحد من التفكير، يعني عكس القبعات الستة. اذا بجمعهم كلهم مع بعض كويس، يعني بكون القبعات الستة مع بعض، لكن اذا كل واحد لحالها من القبعات هذه بتحلش المشكلة، وبصير صعب علي اني انا يعني اتعامل مع اسبابها. ولا اذا فكرت بتفكير واحد يعني او طريقة تفكير واحدة في حل المشكلات. غياب او تحجيم مشاركة الاطراف المعنية، يعني انا عارف ان المشكلة في هذه الدائرة، واروح انا مستعين في كل الناس الا فيهم، مستعين في حل المشكلة في حل المشكلة اللي عندهم، مستعين في كل الناس الا هم. طب وش الفايدة؟ طب هم اهل مكة ادرى بشعابها، ما هم احنا عارفين، هم عارفين حالهم وما عارفين ايش بدهم يسووا، لازم يكون ايش. تمام. الخوف من الفشل ومن التجديد ومن تبادل الافكار، دائما التغيير والتجديد في خوف، الفشل في خوف، هاجس كبير جدا. تبادل الافكار برضو في خوف، بيجي واحد بيقول لك ليش انت بتخاف من تبادل الافكار، بقول لك انا خايف احكي كلمة يقعدوا يضحكوا علي الناس. احيانا كثيرة المشكلة اللي انت بتشوفيها او الفكرة اللي انت بتشوفيها فكرة ضعيفة وفكرة مش نافعة، بتكون لها مكان جميل جدا ومكان قوي جدا ومكان يمكن ان يعتمد عليه، وممكن تكون اساس لفكرة الحل وانت مش بتدريش. لكن احساسك هيك اليائس انه هذه الفكرة مش هتنفع، هو هذا اللي بيؤدي للمشكلة. ايش مش لاقين الاسماء ولا ايش؟ يا على الجنب ذاك يا على الجنب الثاني، عمل من اطبع ورقة جديدة. مقاومة التغيير، وحنيجي للتغيير، حنيجي للتغيير ونيجي لمقاومة ونشوف ايش، واكيد خدتوا منه الكثير. التوقف عن التنفيذ او ترك المتابعة والتقويم، طبعا هذه مشكلة كبيرة، ومشكلتنا احنا ايش في المتابعة، اكبر مشكلة ادارية بتواجهنا المتابعة، فش عندنا متابعة كما يجب، فش عندنا متابعة كما يجب، لكن انا عندي متابعة دير بالك. النموذج المنطقي الحديث لحل المشكلة الادارية، حدد المشكلة، اجمع معلومات، اوجد بدائل، قارن بين البدائل، اختر البديل الافضل، نفذ الحل، ادرس التقدم الذي احرزته، راجع وتعلم من خبرتك. في غير هيك؟ تاني حل المشكلات واتخاذ القرارات يبدأ من وين؟ بنحدد المشكلة. اذا نجحنا في تحديد المشكلة جزء مهم، بنجمع معلومات حواليها، ونجمع معلومات حتى الحلول، عشان ايش؟ اصل لايجاد البدائل. يعني هنا حددت المشكلة، بجمع معلومات قدر الامكان حواليها، لان لو نقصت المعلومات هنا حتوديني ايش؟ هيفصل الحل، مش حد... انا حددت المشكلة عرفتها، لكن انا بجمع معلومات حولها، ايوه، بروح بوجد البدائل، بعمل مقارنة ما بين البدائل. هذا كويس هذا بكلف هذا كذا قديش؟ بختار، بعمل بعد ما عملت قرنت بين البدائل بختار البديل الافضل، بختار البديل الافضل، بنفذ الحل اللي هو انا بحط البديل، باخذ قرار في البديل اللي موجود. تمام. هذه بتروح مع هذه دائما، لانه بدرس التقدم اللي حرزته مباشره في التنفيذ. ليش حاطين السهم باتجاهين؟ وبعدين براجع وبتعلم من الخبر. ايش راجع؟ معناته ليش التغذية الراجعة، هل فعلا انحلت المشكلة ولا لا، هل فعلا انحلت المشكلة ولا لا. تمام. الاجوبة على ماذا ولماذا، تشخيص وتحليل المشكلة. احنا قلنا نحدد المشكلة صح، كيف نحددها؟ ماذا ولماذا؟ بعدها ما يجب ان يكون تحديد الاهداف، زي ما قلنا في قضية الخطة،
ما يجب أن يكون هي الأهداف والغايات. تمام؟ إذا حددت المشكلة ولفيت عليها معلومات، المعلومات اللي حواليها عشان أوجد البدائل. ما يمكن أن يكون تحديد الموارد المتاحة والحلول الممكنة، هاي البدائل. فرضيات يعني، فرضيات الحلول ماشي، هي بدائل معناتها فرضيات الحلول. بدام انت وجدت اكثر من بديل كويس كويس. الان انا عندي مشكلة في الدار، اتصل الراجل الابو اللي مش عارف مين، عندي ضيف كمان ساعتين بده يجي، بدك تعمل له اكل. اذا عندك بديل واحد، حل واحد تعمليه، لكن اذا عندك اكثر من بدائل تختار البديل الافضل. تلقائيا انت بتروحي ناحيه ايش؟ ويكون افضل لك ان يكون عندك اكثر من بديل. افضل لك. ايوه، دائما كلما زادت او توفرت البدائل بطريقه اكثر وافضل بتكون ايش؟ الحلول افضل، لانه انت بتختار الافضل. لكن اذا اللي قدامك هو حل واحد، خلاص خلاص ايش عملتي؟ طب ما انت عارف الموجود في الثلاجه عملته. لكن اذا عندك بدائل ممكن تتفاوضي مع الراجل. طب الجماعة بحبوا السمك بحبوش اللحمة، بحبوا كذا بحبوا، يعني بصير الواحد يفاضل بين ايش؟ بين البدائل. ممكن تعمل اكثر من نوع، ممكن تعمل اكثر من نوع. ثلاث ارباع البنات بحبوش اللحم الحمراء، يعني مثلا ثلاث ارباع كل اكثر يمكن. انا عايش برا يعني، انا موجود مشكلة، عدد كبير جدا بحبوش اللحوم الحمراء يعني. عدد كبير، انا بقول عدد كبير لانه انا عايش في الواقع يعني. الان لو وجد ضيف تقول لا والله انا بعمل صنيتين، بدل ما اعمل صنية واحدة بعمل صنيتين، صنية دجاج وصنية لحمة مثلا، اللي بحب هذا يأكل من هذا واللي بحب هذا يأكل من هذا، عادي. يبقى البدائل ايش عملت لك؟ كلما زادت البدائل كانت الحلول افضل او احسن، لانه ايش يعني بتكون موجودة هنا. كيف ومتى تحديد آليات وبرامج تنفيذ القرار؟ كيف ومتى؟ كله بتركب مع بعضه، كله جاي مع بعضه. انا اخترت الطريقة، انا اخترت الحل، لكن الان بدي الطريقة اللي بنفذ فيها هذا الحل. كيف ومتى ووقت ايش توقيت اتخاذ القرار افضل؟ وقت ايش الوقت المناسب لتنفيذ القرار افضل؟ طبعا هذا له ايوه. لقيتي اساس في تحديد التبادلات بين تحديد الاهداف والغايات وتحديد الموارد. يعني لقيت لو انا ما كانش في عندي موارد متاحه ممكن ارجع تاني اغير الموارد. انت شفتوا الرسم اللي قبل هذه؟ ايش قلنا هنا؟ هنا نفذ الحل، واثناء التنفيذ بشوف انه انا قديش التقدم اللي احرزته. اذا لقيت حالي والله شتيت بعيد برجع مش عيب. لكن الاستمرار في هذا هي المشكله. بصير انت رايح في طريق بعيد عن الحل. تكون رايح طريق بعيد عن الحل. طيب هذه سمكه شكاوى. رأسها هي المشكلة وديلها هو الحلول. طيب لما من الحدد البدائل المتاحة في اسلوبين بوصلنا لاختيار البديل من بين البدائل او تحديد البدائل. اولا يوجد الاسلوب الاولاني انه كمية الافكار بتكون موجودة اكبر لو كان عندنا عصف ذهني، البرين ستورمينج. وبعدين كذلك اسلوب المجموعه الاسميه اللي هو النومينال جروب. لكن في الاول العصف الذهني او الذهني كثير، لا مش ذهني، الذهن العقل. الذهن هو المصايب. المصيبه في الذهن، لكن في الذهن لا، الذهن بودينا كويس. الذهني او الذهني في كان اسماء البني ادمين اسمه ذهني. واحد اسمه ذهني، كان دكتور زمان وزير الصحه، كان
وزير الصحة في قطاع غزة كان اسمه دهني، دهني الوحيدي. ايه؟ مش سامع. ذهن العقل، ذهن الذهن بالذال بالذال بالذال، ذهن هيك ذهن معناته عقل. الدهن هذا الدهن يعني أو الجبن الدهن، هذا اللي بقول عنه دهن دهن ودهن. هذا ما بس الذهن، ذهن معناته عقل يعني. ذهني ذهني يعني ذو العقل أو صاحب العقل يعني. في واحد اسمه ذهني كان هو وزير الصحة، وفي عقل ودار عقل، فيش خلاف. ها تمام. الآن عصف الدهن، عصف الدهن شو هو؟ يعني 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 العصر، ان الواحد يعصر مخه. كيف عارفين الفكرة تبعت عصف الدهن؟ انه بقعد تفضلي. حدا من اللي يقول يقول لي انت ما قلتيش تفضلي. كلام اللي قال كله كويس تمام. فالكلام اللي يقال هو في الصميم، ولكن أهم ما يقال فيه إنه الفكرة المطروحة الأولى هي اللي بتجيب باقي الأفكار. يعني يعني وقتش الإنسان بيبدأ يهرش عقله مظبوط هو لحاله. ليش المجموعة من 5 إلى 9 أشخاص أو من 6، ليش هذا الهدف؟ إنه يكون في فكرة من هان ومن هان ومن هان، يبدأ اللي قاعد سامع، يبدأ اللي قاعد سامع هذا على طول بتلاقيه شبك الأفكار مع بعض وأدب فكرة مختلفة تانية وهذا تالت وهذا كذا. وربنا خلقنا مش بنفس ولا بنفس الأداء، وإلا كان خلق البنادم نوع واحد وخلصنا. لكن ربنا قال وكذلك جعلناكم شعوبا، عشان إيش؟ عشان يعني تختلط العقول وتزيد الخبرات. ولا بعملوش مجالس، مثلا مجلس تشريع ولا مجلس نواب ولا مجلس شورى ولا مجلس مش عارف مين، اذا كانوا كلهم عقل واحد ما بجيب واحد هو اللي بيحكم وخلصنا. ليش احنا نقعد؟ هذول بيقعدوا لانه كل واحد بيجيب فكره وبيبدوا يعصف في اذهانهم، وهذه الفكره بتجيب فكره وهذه الفكره بتجيب فكره وهذه الفكره وهكذا، وبتزيد الافكار بمجرد يعني. احيانا لو تركت نفسك فترة طويلة دون الكلام لن تأتي بجديد، لكن اقعد في قاعدة زي هيك بتلاقي الأفكار هيك صارت تيجي وكذا. الكلام صار يذكرك بمثل، صار يذكرك بشغلة معينة، الكلام صار بقولك الكلام بيجيب بعضه. هو هذا العصف الذهني. والمجموعة الاسمية انه احنا نسمي مشكلة معينة، شغلة معينة، ونعطيها لمجموعات، كل مجموعة تفكر في هذا الإطار. هذه أنواع. تمام. هذا نموذج الشكاوى كمان، وفي نموذج تقنية التقارب العشوائي RCTM اسمه، تقارب العشوائي. تمام. وفينا سكامبر إله نموذج. أنا من ألقيته متغلبوش حالكم فيه. انا شايف ما بتحبوش الانجليزي. ايه هذا كويس. طيب المفاضله بين البدائل وتحديد البديل الامثل، اللي هو ايش؟ مرحله اتخاذ القرار. في هذه المرحله تتم عمليه المقارنه بين البدائل المختلفه للتهيئه لاتخاذ قرار أنسب بالبديل الأمثل. في هذه المرحلة تتم عملية المقارنة بين البدائل المختلفة للتهيئة لاتخاذ قرار أنسب بالبديل الأمثل. قرار أنسب بالبديل الأمثل، لأن عملية حل المشكلات تراكمية، فإن كل مرحلة تحدث تدفقا للمرحلة التي تليها. اتفقنا إنه المرحلة بتجيبك على المرحلة اللي بعدها، بتجيبك. يعني أنا جمعت اللي حددت المشكلة، لميت معلومات عنها، يبقى دورت على الحلول.
لقيت أكثر من حل بدأ أروح باتجاه اتخاذ القرار. يعني الخطوة بتؤدي للي بعدها بتؤدي للي بعدها بتؤدي للي بعدها. تمام. وكذا حتى تتحقق كامل العملية. خامسا اختيار البديل المناسب لحل المشكلة. خلص تمام. أنواع القرارات الإدارية ركزوا عليه ركزوا عليه. ها القرارات التقليدية نوعين، قرارات تنفيذية وقرارات تكتيكية. تكتيكية إيش معناتها وتقرير تنفيذية إيش معناتها؟ التنفيذية اللي بتتعلق بالمشكلات البسيطة المتكررة معروفة، هذا اليومية لكل يوم، متعلقة بالحضور والانصراف توزيع العمل الغياب الإجازات، هذا المشاكل الفلو اللي كل يوم ماشية. وهذا النوع من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المدير والمعلومات التي لديه على طول مباشرة، اسمها قرارات تنفيذية. عشان قرارات تكتيكية قرارات متكررة وإن كانت في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية وأكثر فنية وتفصيلا، ويوكل أمر مواجهتها للرؤساء الفنيين والمتخصصين. قرارات تكتيكية اللي غير تقليدية يعني غير متكررة، لكن قرارات حيوية وقرارات استراتيجية. هذه الحيوية مشكلات حيوية يحتاج في حلها للتفاهم والمناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفي مواجهة هذا النوع من المشكلات يبادر المدير اللي هو متخذ القرار بدعوة مساعديه ومستشاريه من الإداريين والفنيين والقانونيين إلى اجتماع يعقد لحل دراسة المشكلة. وهذا يسعى المدير متخذ القرار لإشراك كل من يعنيهم أمر القرار من جميع الأطراف في مؤتمر، وأن يعطيهم جميعا حرية المناقشة مع توضيح نقاط القوة والضعف فيها. هذا القرار الغير تقليدي الحيوي. القرار الغير تقليدي الاستراتيجي اللي هي قرارات غير تقليدية تتصل بمشكلات استراتيجية وذات متعددة وعلى جانب كبير من العمق والتعقيد. وهذه نوعية من القرارات تتطلب البحث المتعمق والدراسة المتأنية والمستفيضة. بدل ما بتحكي عن شغلة استراتيجية يبقى شغلة مستقبلية، يبقى شغلة متوقعات، يعني توقعات ناتجة عن معلومات مش توقعات في الشارع، يعني ناتجة عن ايش؟ نعم ما في فرق. نعم كويس، بس انا يعني بسمع كلمة استراتيجية وباجي مباشرة بسمع كلمة مهمة. اخوانا كل اللي شيء مهم، يعني انا يعني انا ولا بس مش معناته استراتيجي انه مهم. الآن كل الناس بتفسر استراتيجي بأنه مهم. هذا الحيوي مهم والاستراتيجي مهم، حتى القرارات التقليدية العادية والتنفيذية مهمة، ولكن استراتيجي معناته بعيد الأمد. أيوة. لا مش بس على مستوى الطلبة، على مستوى ناس كتير على مستوى ناس كتير بفهموا انه الاستراتيجي معناته مهم مش بس طلبة. يعني زي ما انت فاهمة، كتير ناس فاهمين انه الاستراتيجي معناته مهم، لكن هو الكل مهم، ولكن التنفيذي اللي هو الان المرحلي والاستراتيجي اللي بعد وهذا مهم وهذا مهم. بس هذا مهم وهذا مهم، هذا مهم وهذا مهم. مش معناته انه هذا يسمى استراتيجي معناته انه انا بزود في اهميته، وبدي اسميه مش استراتيجي معناته بقلل من اهميته. لا هذا مهم وهذا مهم. نعم. نموذج الالهام او الحدس واتخاذ القرار بهذا الاسلوب يتاثر بخلفيات متخذ القرار. خلفيته عن ايش؟ عن الواقع. ايش العصفوره تبعته بتلهمه؟ ايش العصفوره بتقول له؟ بوديها ناحيه وين؟ زي ما قلنا في قصه القبعات السته. سنة الإلهام، إلهام البني آدمين غير إلهام ربنا. هذاك وحي، لا هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه القرآن كان واضح وصريح فيها وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإن خفت عليه فألقيه في اليم فليلقي اليم. هنا الوحي غير الإلهام. أما أنا بحكي على الإلهام البشري، يعني أنا مثلا زي قصة القبعات الستة
زي قصة القبعات الستة، لما يجي هو شايف الأمور مسودة خلاص، هو إلهام أو حدسه أنه هذه الأمور مسكرة يعني مغلقة، وهذه لا، هذه أنا شايفها فيها انفراجة، فيها طاقة نور، يعني حدسه وإلهامه هو اللي خلاه يتكلم، وليس إلهام أم موسى، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. اتخاذ القرار بهذا السؤال أثر بخلفيات متخلفياته، إيش حدسه أو إلهامه، وشخصيته ومدى محاكاته لأقرانه أو أسلافه، الأوبزرفيشنال أبروتش، هذا واحتفاظه بالتقاليد المتعارف عليها الكونفنشنال، إذا يعني التقاليد، أو تطويرها طبقا لتقاليد وراء الآخرين. لكن هو بالحدس وبالإلهام يعني من خبرته من 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 تعامله مع الناس وأكثر من موقف واجه. الحاسة السادسة أو العصفورة قالت لي بيجي بقول العصفورة قالت لي، تعرفيش من وين جت العصفورة؟ الله أعلم. نموذج الاستعانة برأي الخبراء أو اللجان أو النقاش الإيجابي أو هذا النموذج العلمي في الآخر بعدين، واحد تاني، هذا نموذج تاني مختلف. هذا يعني ممكن أنا أستعين بخبراء أو أستعين بلجان أكثر من عقل وأكثر من مخ وأكثر من واحد قاعد، ونموذج النقاش الإيجابي زي اللي برين ستورمينج العصف الذهني، إنه يصير في نقاش مجموعة، بصير الواحد يتناقح في الأفكار وبيمشي فيها. النموذج العلمي يحد من حرية متخذ القرار، يحد ليش علمي؟ لأنه ثوابت، ثوابت. أنت في الحالة هذه اعمل هيك، في الحالة هذه علم مكتوب. متابعة تنفيذ القرار وتقويمه. تعيين اللغة، تعيين اللغة بيعملوا مشكلة دائما بين التقييم والتقويم. نعم، تعيين اللغة العربية دائما عندهم مشكلة في هذا، في هذا الأمر. بنختلف احنا، بنختلف معاهم دائما، يعني الناس اللي بيشتغلوا علماء الإدارة بيشتغلوا في الإدارة، دائما احنا بالنسبة لنا تقييم الشغل اللي احنا بنشتغله، تقييم الشغل اللي هم بيشتغلوا تقويم، هم بيحكوا على اللغة، علماء لغة، احنا علماء إدارة او ناس اللي بيشتغلوا في الإدارة، هذول بيشتغلوا على التقييم، هذول بيشتغلوا دائما على التقويم. تعال حتى في التربية والتعليم بذكروش كلمة تقييم، تقويم. في التربية والتعليم هو المعنى الحرفي. طيب هو ايش بقول لك؟ تمام ايوه، هو بقول لك انا بعملش التقييم الا من اجل التقويم، وانا مش هعمل التقويم الا بعد ان اعمل تقييم، وبالتالي هذا المنتج، هذا الفرق بينه وبينه. ايوه هذا الفرق بينه وبينه، لانه الاداره قد احيانا لا تصل الى التقويم. انا بدي اعمل تقييم عشان اعمل يعني دراسه للواقع، اعمل كذا، اعمل تقييم للاجراء، اجراء يعني اعمل الاجراء، لكن هذا التقويم هو بالنسبه له نتيجه، نتيجه ليش؟ للتقييم. ومش هعمل تقويم الا لما عملت تقييم. والتقييم مرتكب، اذا ما انعملش تقويم يبقى على الفاضي، هو بالنسبه له هيك. لكن انا بالنسبه لي تقييم اجرائي، تقييم اجرائي، الاشراف والتقييم والتوجيه والشرف. الإداريين بيعتمدوا على التوجيه اللي بيعتبروها العصب، ده علم الإدارة التوجيه، بيقيم على إيش؟ على التقييم. لكن إجراء، ما زال إجراء، التقييم إجراء والتوجيه إجراء، وإجراء مهم. النتيجة وين عندنا؟ إحنا عندنا في مخرجات العملية الإدارية، إحنا هنا في مدخلات وعمليات وإجراءات ومخرجات، يعني بروح على المخرجات بطلع النتيجة، لكن هل المخرجات هي تقويم؟ هو بالنسبة له بالنسبة له ليش؟ لو عمل تقييم للمناهج وعملها تقويم، عمل إجراء ولا لا؟ إحنا بالنسبة لنا كل البرنامج أو المنهاج أو المناهج هذه إجراء. شوف كيف؟ كل مكوناتها. ولا أنا المنهج العلمي مثلاً في 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 نظرية التطور الإداري إجراء عندي أنا، عشان أنا أصل في النهاية إلى إيش؟ لمخرج. شو فائدة العملية الإدارية كلها؟ لكن هو بالنسبة له التقويم المنهاج هو بالنسبة له نتيجة. لما عمل تقويم
عشان هيك دائما هم عاملين مشاكل. وتكتب له تقييم ويقول لك لا لا احنا بنكتب تقويم. طب انا ماله مالك انت عمل عشان الانتباه يعني. دائما الناس مع مين بس احنا بدنا تقييم. احنا ماشيين مع التقييم. اللي بيشتغلوا في الإدارة بيشتغلوا على التقييم وليس التقويم. انا بدي تقويم في الاخر، لكن هو مش هذا مخرجي. مش هذا مخرجي. لما اعمل تقويم مناهج زي ما قلت مش هي هذه مخرجي انا ان اعمل تقويم مناهج، لكن انا بستغل كل المناهج هذه عشان اعمل مخرج للعملية الإدارية. زي هيك. ويجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب لإعلان القرار حتى يؤدي القرار أحسن النتائج. وعندما يطبق القرار المتخذ وتظهر نتائجه يقوم المدير بتقويم هذه. شوف كيف تقويم هذه البلك. هذه من تبعين اللغة مش من عندنا، لأنه إحنا بالنسبة لنا هو بيقوم النتائج أو بيعمل على تقويم النتائج، لكن أنا بالنسبة لي بعمل تقييم للنتائج. بتختلف. قلنا بقيت صرحان انت. التقويم بصيرش بدون تقييم، والتقييم اساس التقويم، ولكن هو بالنسبة له مخرج. التقويم مخرج، لكن انا بالنسبة لي مش مخرج. انا كل اللي بقوم فيه اجراء، كل اللي بقوم فيه انا اجراء عشان انا اصل للمخرجات تبعات العملية الادارية. كل هو بالنسبة له لا، كل جزئية من جزئيات التقويم عنده مخرج. بدناش نخوض في التفاصيل. ايا كان لو كتبت تقويم انا حقبلها منكم يعني، ما في مشكلة. طيب، وعملية المتابعة تنمي لدى متخذ القرارات او مساعديهم القدرة على تحري الدقة والواقعية في التحليل اثناء عملية التنفيذ، مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة اسبابها واقتراح سبل العلاج. تمام؟ يجب المتابعة وين؟ ايوه، دير بالك وفكر في السهمين هذول اللي بروحن وبيجن. وانت في اثناء التنفيذ بتعمل ايش؟ بتشوف نفسك ايش اللي حققته، ايش الانجاز اللي حققته في سبيل انك انت تصل للنتيجه المعينه. تمام. ويضاف الى ذلك ان عمليه المتابعه لتنفيذ القرار تساعد على تنميه روح المسؤوليه لدى المرؤوسين. ايش المتابعه؟ هذا واقف على راسه وبتزن عليه، هو دائما مستحضر المسؤولية اللي عليه انه هو متابع، وبالتالي يجب انه يظل مستمر. وحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار. هو اذا شورك او تمت مشاركته في اتخاذ القرار، اذا هو ايش؟ حسب المسؤولية. هو حسب المسؤولية. نعم. طيب، تعريف الجودة. اداء الشيء الصحيح بطريقة صحيحة. تمام. زي ما قلنا انه احنا خلعنا السن، لكن مش السن يعني طريقة خلع السن جت سليمة وصحيحة، لكن مش هذا السن اللي هو بدنا. نعم. مقدم الخدمة يقدم الرعاية الصحيحة للحالة المرضية الصحيحة في الوقت المناسب بطريقة ايه؟ بطريقة صحيحة. يعني وكأنه بقول لي انه الحالة المرضية هي اللي بتروح على المستشفى او هي على المكان. إذا كان هي الحالة المرضية، والحالة المرضية داخل الحالة المرضية، يعني الحالة مش كإنسان، كمكونات للإنسان، يعني الحالة جزء، حالته جزء من المكون الأساسي للبني آدم، وبالتالي هو يتقدم أو تقدم له الخدمة أو الرعاية الصحية للحالة المرضية الصحيحة بطريقة صحيحة. المرضى يحصلوا بسهولة على رعاية في الوقت المناسب بطريقة دقيقة، وعليهم أن يحصلوا على معلومات كاملة عن المخاطر حتى يتجنبوا الإجراءات الغير آمنة، ومعلومات كاملة عن منافع الرعاية التي يتلقونها. الآن أبعاد الجودة. أول واحدة إنها تكون إيش؟ ملائمة. هي درجة من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية تناسب الاحتياجات الكلينيكية للمريض. الكلينيكية معناها السريرية، يعني بيكون على وترتكز على خبرة تواكب آخر ما توصل إليه العلم والمعرفة. نمرة 2 متاحة. طبعا هذه محطات أسئلة في الامتحانات، يعني هذه 1+1=2 يعني. درجة ملائمة الرعاية الصحية أو التدخلات التي يحصل عليها المريض وتتطابق مع احتياجاته. أن تكون إيش؟ متاحة. متخصصة، أن يكون الممارس للمهنة له القدرة على أن تستخدم خدماته في رفع المستوى الصحي ويغير الحالة المرضية اللي عند المريض. وهي الدرجة التي يصل فيها الممارس للمهنة إلى حد التطابق مع معايير الرعاية الفنية المتخصصة للمريض. التواصل
هي حالة تنسيق الخدمات الصحية التي يحتاجها المريض أو الاحتياجات الخاصة للسكان بين كل الممارسين للمهنة عبر كل أقسام المنشآت الصحية المشتركة في تقديم الخدمة على مدار الزمن. 5 مؤثرة، درجة تقديم الرعاية الصحية بطريقة صحيحة توائم آخر ما توصل إليه العلم والمعرفة. فعالة، حصيلة الجهد والاقتدار والكفاءة التي تثمر أو تثمر مخرجات ونتائج مرغوبة من خلال البحث العلمي المبني على الدليل. ذات كفاءة، العلاقة بين المخرجات النتائج الرعاية الصحية والموارد المستخدمة فيها. ذات كفاءة دائما اللي بتحسب المدخلات والمخرجات، هل أدت إلى نتيجة تبعتها ولا لا، هذا من الجودة. الاحترام والرعاية، درجة التي يصل بها مقدمي الخدمة إلى قدر من الحساسية في تحديد احتياجات وتوقعات المستفيدين بالخدمة من خلال إدراك الفروق بين الأشخاص المختلفين، وهي الدرجة التي يصل بها مصمم خطة العلاج إلى أن يشتمل قراره على ما يحتاجه فعليا مرضاهم. الرعاية، احترام الرعاية، أنك تحط كل شيء بقدره، ها كل شيء بقدره، تحترم يعني زي ما بيقولوا لما بيلعبوا مع بعض بيقولك احنا بنحترم الخصم، احترم يعني بتديه قدره، تدي له مكانته. الأمان، طبعا درجة الأمان مهمة جدا في الجودة، لأنه إذا كان أنا بدي أعطيها بدون أمان، ويعني أعطيه حاجة علاجية وأخرب لي شغلات تانية، زي ما كانوا زمان بعض أطباء الأسنان هو مش منتبه، بيركز على 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 حاجة تانية، على تمه، بتلاقي الفك انكسر وقاعد بيصلح له في السن، لأنه هو مثلا بيستعمل الزرديات هذول والكذا، بتلاقيه هو ما فيش أمان، والمريض بيشكي وهو بيقول له استنى شوي استنى شوي، طب انت ضغط على شفته او قسمتها نصين، هو هو بصرخ قاعد ومش قادر يحكي، ويقول لك لا هو بيشكيش من وجع السن، هو بيشكي من الحاجه الثانيه اللي انت راكز عليها، يا اما عضد له شفته، يا اما في عظمتين هنا، في عظمتين في التشريح، في عظمتين هنا، لما تنكسر عظمه احيانا الدكتور بيعرفش يركب مع بعض، بيكسر العظمه الثانيه، لما بكسر العظم الثاني بيجي على بعض 100%. بس هنا في الشمان، يعني في الشمان انا ايش ذنب انك تكسر العظم الثاني عشان انت تعمل العظم الطمان، انت اشتغل حطهم على بعض وزبطهم، لكن انا هيك بدي، انا ما بدي تكسر العظم الثاني عشان بطلع الاسنان يعني. في حاجات يعني احيانا الطبيب مش منتبه لها، او المعالج او مقدم الرعايه الصحيه مش محسس المريض بالامان. وش الفائدة إنه تكون أنا أديته الخدمة وبعدين في الآخر أنا طبعا تكون فيش في الوقت المناسب، هي الدرجة اللي تقدم فيها الخدمة الصحية في التوقيت المناسب اللي بتحتم فيه التدخل، مش أنا أستنى. وش الفائدة إن أنا أستنى لو كان علي التوقيت راح باتجاه أكبر أو أبعد. مبادئ إدارة الجودة الشاملة، آخر سلايد، يعني العمل المشترك من خلال الفريق الواحد. طبعا دائما التيم ووركينج او الفريق الواحد هو احسن حاجه للجوده، لانه نخطا فلان بيصيب فلان، ونقصر فلان بيكمل فلان. ظهور التطوير والتحسين من داخل المؤسسه، التركيز على منع وقوع الاخطاء وليس معالجتها، التركيز على تقليل مستوى الاختلافات والتغيرات في الخدمه المقدمه، التركيز على بناء العلاقات المهنيه بين العاملين، التأكيد على إنجازات الآخرين والبناء عليها. مش إنه إحنا نبدأ يعني بيجي واحد بيبدأ من الصفر، لا بنركز على اللي قبل، بيبدأ على اللي قبل وبيبني عليه وبزيده. إشراك الجميع في اتخاذ القرارات، إرضاء الزبون داخليا وخارجيا، مش عارف إيش بعد هنا. تحسين في الربحية والقدرة على المنافسة، وزيادة الفعالية التنظيمية، تحقيق إرضاء العميل. طبعا هذه فوائد الإدارة العامة أو الإدارة الشاملة للجودة طريق كذا. أنا بستأذن منكم أنه إحنا نقف اليوم عند هذه النقطة حتى نناقش أمر الامتحان إن شاء الله، وهيك بتكون أنهينا درسنا اليوم، وأعتقد أنه خاتمة جيدة.